مالك تمام دیا حاجتاں پوریاں فرما کیونکہ امیر باپ دا نزول ہوندا اے
فما كانت إلا ساعة إذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي يا قرة عيني سمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة أنا راية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك فاق تحت الكساء فدعنا الحسين نعم الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختره الله أتظن لي أن أدخل مع قوما تحت الكساء فأقبل عليك السلام يا ولدي يا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء صلوات فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم على ديك تحت الكساء فأقبل علي ناب الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتظن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال له عليك السلام يا أخي يا وسيم وخليفتي وصاحب والي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتظن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال عليك السلام يا بنتي يا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء صلوات أخذ بي رسول الله في أبي بعذر في الكساء وبيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهمتي لهم لمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويأذنني ما يأذنهم أنا هرب لمن هربهم وسلم لمن سلمهم وأدب لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطاهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي يثقان سمواتي إنما خلقت السماء مبنية ولا عرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء صلوات فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومادن الرسالة هم فاطمة أبوها وبالها وبنوها فقال جبرائيل يا رب أتظن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي العلا يقرأك السلام يخفك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بارا يجري ولا فلكا يسري
إلا لعجلكم ومحبتكم فقد أذن أذن لي أن أدخل معكم فلتأذنوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه ونعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء وقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي باسني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من معافل أهل العرض وفي جمع من شيتنا ومهبين وإلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فضنا وصافز شيتنا ورب القابة. صلوات. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي باسني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل العرض وفي جمع من شيتنا ومهبينا وفي مهموم وإلا فرج الله هما ولا مغموم وإلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الحاجة. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فذوذوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب القابة. صلوات. پروردگار محمد وآل محمد واسطے جشن ميلاد دبھوڑی بجائے میرا اللہ محمد وآل محمد واسطے حدیث کی سادہ پڑھے دا ثواب جشن دا ثواب جتنا بھی ذکر الہی ہویا میرا اللہ محمد وآل محمد واسطے اپنی برگاہ میں منظور و مقبول فرما. میرا اللہ جس مقصد کانے پر قیام ہو رہی ہے جشن ميلاد ہو رہی ہے میرا اللہ اس مقصد کو کامیاب و کمران فرما. پروردگار محمد و آل محمد دواستے سید شہداء کربلا دواستے میرا اللہ بھائی اللہ دیتے دے مال رزق میں برکت عطا فرما. انہاں نوں آفات و بلیات پریشانیاں مصیبتاں دکھ تکلیف دور فرما. پروردگار محمد و آل محمد دواستے انہاں نوں بھائی دے نال رشتہ دارن نال اتفاق محبت پیار رکھن دی توفیق عطا فرما. پروردگار محمد و آل محمد واسطے بھائی اللہ دیتے دے بچیاں دی زندگیاں دراز فرما. پروردگار محمد و آل محمد واسطے اس گھر تے محمد و آل محمد واسطے میرا اللہ ابلیس دے شر رو محفوظ فرما شیطان دی شیطانی تو محفوظ فرما. پروردگار محمد و آل محمد واسطے امام سجاد دی بیمار واسطے میرا اللہ جو مسلمان مومنین بیمار ہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما. پروردگار جناب فاطمہ الزہرا دی جھولی جڑی دا واسطے میرا اللہ جو مومن بے اولادن اولادن رینا تا فرما. پروردگار محمد و آل محمد دا واسطے پروردگار محمد و آل محمد دا واسطے سید شہداء کربلا دا واسطے حدیث کے صاحب پڑھیا ذکر جتنا بھائیوری کیتا ہے دا ثواب جملہ مومنین و مومنات بالخصوص میرا اللہ محمد و آل محمد واسطے بھائی اللہ دیتے دے والدین بھائی یاسین انہاں دے خاندان دے جتنے بھی مرد عورت چلے گئے بچے چلے گئے میرا اللہ تمام دے روح نے احسان فرما. میرا اللہ مرحومین دے درجات بلند فرما مرحومین دی خطائیں تو در گزر فرما مرحوم محمد و آل محمد دی شفاعت نصیب فرما. میرا اللہ مرحومین دی قبر تے لوائے حمد سایہ نصیب فرما. پروردگارا مرحومین دی قبر منور فرما پروردگارا مرحومین دی قبر روشن فرما پروردگارا مرحومین کو جنت الفردوس وچ اعلی مقام عطا فرما تمام مرحومین دا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. میرا اللہ مرحومین دی قبر تے کروڑا ہر رحمت نازل فرما پروردگارا مرحومین دی قبر تے رحم اور کرم فرما.
پروردگار محمد و آل محمد واسطے قرآن تے محمد و آل محمد دے فرمان تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما صراط مستقیم تے چلن دی توفیق عطا فرما میرا اللہ نازک دورے ہر مسلمان دی عزت محفوظ فرما میرا اللہ جتنے بھی حاضرین چل کے بیٹھن اپنی برگاہ میں منظور و مقبول فرما حاضرین دا ای صغیرہ اے کبیرہ اے گناہ معاف فرما میرا اللہ تمام مسلمان مومنین نو عزت علی موت عطا فرما میرا اللہ موت تو پہلے کلمہ نصیب فرما محمد و آل محمد دی شفاعت نصیب فرما میرا اللہ محمد و آل محمد واسطے نیک محفل جشن میلاد دی محفل میرا اللہ فلسطین دے اندر ظلم ستم ہو رہی ہے میرا اللہ انہاں بچیاں نو انہاں ماں خواتین بہن بھائیاں نو میرا اللہ انہاں مسلماناں دی خود حفاظت فرما انہاں دے پریشانیاں مصیبتاں دور فرما میرا اللہ محمد و آل محمد واسطے تمام مومنین و حج بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما 14 معصومین دی زیارت نصیب فرما میرا اللہ 12.5 آقا دا جل ظہور فرما پروردگار محمد و آل محمد واسطے ساری دعائیں کو مستجاب فرما بے حق محمد لطہار یا کاشف الکرب ان وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بے حق عقیق الحسین علیہ السلام لے خمسطن اطفی بہا ہر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سامین مطلب موالیان حضر قرار اور باب اہل بیت جتنے ہی صاحبان اس جشن پاک تشریف لایا ہے مالک ٹولر ٹورایا قبول اور منظور فرمائے تو اپیل تا یہ ہے بھائی آج جڑے ادو ادو بندے بیٹھے نہیں تھے سامنے آ جاویں تے جشن دی رونق دوبالا ہو جا سی اے جو ہیں پہلی صفحے زیادہ ثواب ہوندا ہے بسم اللہ بسم اللہ ایمین نہ چاچا جی تو سا ختم پڑھنا ہے میں تا نہیں پڑھنا تے میں تا توانو الٹا ماحول بنا کے دے رہی ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد آل محمد ہر دشمن دے لعنت بے شمار صلوات بر محمد و آل محمد صلوات تشریف لاتے ہیں خطاب فرمانے کے لیے قبلہ کعبہ مقدم دادا سید صدا حسین بخاری شاہ صاحب اور انہوں نے بعد ذاکر علی و مدعی آل محمد سفیر حیدر بٹی صاحب کے بعد ذاکر علی بیت جعفر حسین کے بعد ملک تقی عباس تحیم ان کے بعد مولانا وزیر حیدر نجفی صاحب کے بعد ذاکر علی و مدعی آل محمد جناب ملک نزیر لیاقت صاحب کی تا فرمیشن اور انہوں نے بعد جناب ملک اکتر عباس جعفری جناب سید ہاں زوار احمد رضا بھٹا صاحب اور انہوں نے بعد جناب ملک اکتر عباس جعفری صاحب کے بعد جناب سید الزاکری باب سید آج کے جشن پاک سے جناب ملک اکتر جعفری صاحب جناب زوار سید باب مختار حسین شاہ صاحب سید سکلین عباس شیرازی انشاءاللہ آج کے عظیم و شان جشن پاک سے خطاب فرمائیں گے خوشنودی آل محمد بلند صلوات